الباقيه في حياتك اسلم لي. حياتك الباقيه فين؟ انا المستشار عادل الشيمي والد ليلى. اهلا وسهلا يا فندم. لو في اي خدمه ممكن اقدر اقوم بيها يعني انا تحت الامر. سليم بيه انت بطل، كل الناس مقدرينك، شد حيلك. متشكر. البقاء لله. شكرا. يلا بقى يا سليم، ملهاش لازمه الوقفه هنا دلوقتي، الناس كلها مشت. انا اسف ما خدتش بالي. لا لا ما احنا ماشيين حالا يعني، شد حيلك. السلام عليكم. السلام. يلا سليم يلا بينا. يلا بينا سليم.